السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اليوم إن شاء الله راح نديرو التمرين 3 تاع الكتاب المدرسي. فعلا مرة أخرى راح نديرو التمرين الخاص راح نديرو التمرين الخاص بالوحدة الأولى تاع تركيب البروتين. طبعا راح نشوفوا لا قدرنا نكملوا التمارين هادو كامل إن شاء الله. هاي نبداو ديركت فيه. يتم إفراز الحليب من طرف الغدد اللبنية عند الثدييات التي تقوم بتركيب البروتين الكازين التي تقوم بتركيب بروتين الكازين المتواجد في الحليب. لدراسة آلية تركيب الكازين في الغدد الثدية، تم وضع نسيج من الغدد الثدية لنعجة. حطوا لي نسيج فيه غدد ثدية لنعجة في وسط يحتوي على اللوسين مشع لمدة 3 دقائق. حولت بعدها الى وسط يحتوي على احماض امينيه بصح غير مشعه. حطوه في وسط يحتوي على حمض اميني، لوسين هذا وحم او نوع من انواع الاحماض الامينيه. حطوه في وسط يحتوي على لوسين مشع، ومن بعدها نقلوه الى وسط يحتوي على احماض امينيه بصح ماهيش مشعه. اخذت عينات من النسيج في الفترات الزمنيه التاليه، ومن بعد هزوا لي عينات من هذا النسيج في الفترات الزمنيه التاليه اللي هي 3 و15 و25 و45 و50 و60 دقيقه. نورمالمون التصوير واضح. وش قال لي؟ قياس شدة الإشعاع داخل إحدى الخلايا الموضحة في المنحنى الوثيقة التالية كما يوضح الجدول الموالي. تتابع النيكليوتيدات شوف تتابع النيكليوتيدات في جزء من المورثة الكازين في السلسلة الغير مستنسخة عند أو قال لك في السلسلة الغير مستنسخة عند النعجة والبقرة. أوكي، شوف لي المنحنى هذا. شوف المنحنى يمثل شدة الإشعاع ويمثل لي شدة الإشعاع كي تكون الخلية. طبعا شدة الإشعاع تاع حمض الأميني اللوزين هذا كي تكون الخلية خارج فترة تركيب البروتين، وكي تكون داخل فترة تركيب البروتين. شوف اللوزين شدة الإشعاع تاع اللوزين هنا خارج، هنا القناة الإفرازية خارج الخلية هاهو، ولا هنا داخل خلية. دوك نشرحوا التمرين ونتفهموا ببساطة. هذه قراءة أولية. هاو تتابع النيكليوتيدات قال لي مثل تتابع الأحماض الأمينية في جزء من البروتين لكل من النعشة والبقرة اعتمادا على المعلومات المقدمة وجدول الشفرات الوراثية. قارن تتابع الأحماض الأمينية في الكازين في كل منها النعجة والبقرة، ماذا تستنتج؟ علل بدقة نتيجة المقارنة. حلل المنحنى، ماذا تستنتج فيما يخص تطور الإشعاع؟ اللي نشوفوا المنحنى تاعو لهنا. أنا دركا خلاص قريت التمرين بقراءة أولية. وش ندير؟ قراءة أولية هذيك باش نلم برك بالموضوع. نزيد نعاود نقرأ قراءة ثانوية. يتم إفراز الحليب من طرف الغدد اللبنية، هذه فهمناها، عند الثدييات التي تقوم بتركيب البروتين. ثاني فهمناها، قال لك الحليب هذا يفرز من طرف الغدد اللبنية عند الثدييات التي تقوم بتركيب بروتين الكازين المتواجد في الحليب. لدراسة آلية تركيب الكازين. اسمه هو حاب يدرس آلية تركيب الكازين اللي هو في الأصل بروتين. تم وضع نسيج من الغدد الثدية، وانا غدد الثدية طبعا الغدد اللبنية اللي تقوم بإفراز واش اللي تقوم بإفراز بروتين الكازين هذا. تم وضع نسيج من الغدد الثدية لنعجة في حدد لي النوع غدد ثدية لنعجة في وسط يحتوي على لوسين مشع، لوسين حمض أميني، في وسط يحتوي على حمض أميني لوسين مشع لمدة 3 دقائق. أوكي، بعد حولت بعدها هذه الغدد الثدية حولت بعدها بعد هزوا الغدد الثدية هذه وحولوها لوسط يحتوي على أحماض أمينية بصح ماهيش مشعة.
هزوها حطوها في وسط فيه احماض امينيه بصح ماهيش مشعه، ومن بعد اخذت عينات من النسيج في الفترات الزمنيه التاليه. بعد هزوا لي العينات من هذا النسيج في الفترات الزمنيه التاليه اللي هما 3 و15 و25 و45 و60 دقيقه. بعد قيست شده الاشعاع داخل، بعد قيسوا لي شده الاشعاع داخل احدى الخلايا، خي هزينا احنا عينات من النسيج، قيست شده اشعاع داخل احدى الخلايا الموضحه في المنحنى الوثيقه التاليه. هاو المنحنى، لاحظ لي شده الاشعاع هكا، هنا شدة الإشعاع داخل الهيولة، وهنا شدة الإشعاع خارج الخلية، وهنا شدة الإشعاع خارج خارج الخلية. هيه درك فهمنا بزاف مليح. كما يوضح الجدول الموالي تتابع النيكليوتيدات. سما هذا يوضح تتابع النيكليوتيدات. هيه في جزء من مورثة الكازين. هادو تتابع النيكليوتيدات في جزء برك من مورثة الكازين في السلسلة الغير مستنسخة. سما هادو تتابع هذا تاع النيكليوتيدات، هذا راهو تاع السلسلة اللي ماهيش مستنسخة، الغير مستنسخة عند كل من النعشة والبقرة. هاي النعشة والبقرة. فهمت انا درك النص تاع التمرين بربي ان شاء الله فهمو. قال لي مثل تتابع الاحماض الامينية في جزء من البروتين لكل من النعجة والبقرة. نمثل له الأحماض الأمينية في جزء من البروتين لكل من النعجة والبقرة، يقصد بروتين الكازين الأخضر هو اللي عندي تتابع تاع الأحماض تاع النيكليوتيدات تاعو. بصح هذه في السلسلة الغير مستنسخة، أسكو نروح ديريكت ندير التطابق؟ لا، هذه السلسلة الغير مستنسخة في لاديان، تروح تزيد دير السلسلة المستنسخة، بعد من السلسلة المستنسخة تزيد دير لاديان، يا هتزيد دير لاران أم، بعد من اللارين ام هذاك تروح تشوف جدول الشفرات الوراثيه وتمثل له تتابع الاحماض الامينيه. اها، لكل من النعشه والبقره اعتمادا على المعلومات المقدمه وجدول الشفرات الوراثيه. نبدا ان شاء الله، هذه معلومات تاع التمارين تاع البارح خطينا منها. شوفوا وي، شوفوا ركزوا، واش عندي انا الاحماض الامينيه اللي عندي؟ عندي نبداو مع البقره، عندي النعجه عندي سي جي سي سي جي سي سي اوكي، هاي جي سي سي زيد سي تي تي. ديرو خاوتي هكا، مش في الباك ديرو هكا في ورقه الوسخ باش تكون العفسه واضحه. زيدو سي تي تي زيد سي تي تي زيد أ أ سي، ومن بعد تي تي أ، ومن بعد سي أ أ، ومن بعد سي أ أ ها، ومن بعد سي أ تي، ومن بعد سي أ أ ها. هذه وش هي؟ هذه السلسلة الغير مستنسخة. نروح نزيدو نديرو السلسلة المستنسخة. أنا في لاديان توله، أنا في لاديان. الجي مع السي سي، اذا الجي مع السي، السي مع الجي، السي مع الجي، هاي الثلاثة الاولين، السي مع الجي، التي مع الأ، التي مع الأ، السي مع الجي، التي مع الأ، التي مع الأ، السي مع الجي، التي مع الأ، التي مع الأ، تشوفها زيد الأ مع تي، يعني فلاديان والأ مع تي، والسي مع الجي، التي مع الأ والتي مع الأ والأ مع التي. هيه زيد، هادو بقاو لنا غير الزوج هادو، نزيدو واش نديرو؟ نديرو عندي هادو الزوج متابعين للولا ماشي للثانية، نزيدو نديروهم هنا برك، السي مع الجي والأ مع التي والتي مع الأ والسي مع السي مع الجي والأ مع التي والتي والأ مع التي خلاف. هاهو التتابع تاع النيكليوتيدات في السلسلة هذه، نكتب سلسلة مستنسخة. درك نزيد نحوس على تتابع النيكليوتيدات. انا ندير لكم مثال واحد برك، ندير لكم تاع النعشة برك ولا تاع البقرة برك، انا ندير لكم تاع النعشة برك، انتوما كملوا تاع البقرة. درك نحوس على تتابع النيكليوتيدات هذه في السلسلة مستنسخة. هاي تتابع النيكليوتيدات بالنسبة لواش؟ بالنسبة للارن ام، هاي هاو الارن ام السي
شوف ها السي مع الجي، شوف تبع السي مع الجي، الجي مع السي، الجي مع السي، اوكي الجي مع السي، الأ نركز، الأ مع الأي، الأ مع الأي، صحيت، الجي مع السي، والأ مع الأي، والأ مع الأي، زيد، الجي مع السي، الأ مع تي، أسكو ندير التي؟ لا، دير الأي، الأ مع الأي، التي، تي، أسكو نحط الأي؟ لا، نحط الأ، التي مع الأ، والتي مع الأ، والجي مع السي. الأ هنا مع الأي والأ مع الأي ها والتي مع الأ زيد قاونا قاو هادو الزوج هادو اللي قد تشوفهم الجي مع السي والتي مع الأ والأ مع الأي بقات وحدة برك في سلسلة لارن أم بقات هادي برك هادي الجي مع السي والتي مع الأ والتي مع الأ هذا هو مبدأ التكامل في القواعد الأصوتية. مبدأ التكامل في القواعد الأصوتية يقول لي الأ مع الأي هذه في لارين أما ويقول لي التي مع الأ طبعا هذه بالنسبة لسلسلة لاديان المستنسخة التي مع الأ ويقول لي باللي السي مع الجي والجي مع السي قداه من مرة نكتبه لكم هذا هو مبدأ التكامل في القواعد الأصوتية. درك أنا نروح نعمر على حساب جدول الشفرات الوراثية نروح نعمر على مستوى الأحماض الأمينية شوفوا كيف نقراهم نروح نشوف جدول الشفرات الوراثية ونعود لكم هاو جدول الشفرات الوراثية ما تنساش الورقة تاعنا هذه احنا عندنا أول حاجة خلاص أنا حاب نشوف تتابع الأحماض الأمينية أنا عندي أول حاجة خلاف الجي مع السي مع السي جي سي سي ها وين راحت الجي سي سي شوف أنا قلت لك فتحوس وين راحت شوف على راين ام ها هي جي سي سي اذا نبداو بالجي اوكي هاي الجي نبدا من السطر هذا ها هو الجي وبعد عندي سي سي يعني قاعد نشوف على هذه ها هذه جي سي سي هاي الجي وين راحت السي وين راحت السي هاي الجي وهاي السي هاي السي الثانيه اذا راني في السطر هذا وفي التقاطع هذا ها هذه تمشي بصح تحبس في السطر الثاني باسكو السي كاينه هنا سي سي درك نروح للسطر هذا ونزيد نحوس على السي سي 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 على ما نديرش السي اللي موجودين له باسكو ما همش مع هذه حنا نحوسوا على الخط هذا الخط هذا نلونوه وبعد نزيدوا نلونوا شغل في دماغنا برك الخط هذا ففي هذا لدي الحريه اني ننتقل شوف في الخط هذا نهبط وفي الخط هذا نهبط حتى نوصل لتقاطع معين ها هاني هبط وهاني هبط تقاطع لي اللحن خي تقاطعوا باسكو هادي تمشي هك وهادي تمشي هك خي قلنا جي سي هاي جي تمشي هك وهاي سي تمشي هك اوب هام دين تقاطعوا تقاطعوا اللحن اذا في الكارية برك هادي اللي عندي الحق اني نحوس في الكارية هادي برك اللي عندي الحق اني نحوس اذا السي الثالثة مانيش راح نشوف السي اللي موجودة لهنا ولا اللي موجودة لهنا ولا اللي موجودة لهنا نشوف السي اللي موجودة لهنا باسكو عليها باسكو تعبر على هذه الكارية وهذه الكارية وهذه الكارية ثاني هكا اذا نحوسوا على السي هاي السي اسكو نروح نشوف تاع ها اسكو نروح نشوف تاع هذه الكارية لا اسكو نروح نشوف تاع هذه الكارية لا نروح نشوف تاع هذه الكارية باسكو اللي هنا تقاطعوا ها هاي سي اوب وين راحت هاي جي سي سي الالاين اول حمض اميني اللي هو الالاين هاي السي ونروح هوب هاي جي سي سي الالاين هاتو اول حمض اللي هو الالاين الحمض الثاني وش عندي انا خلصنا الجي سي سي عندنا سي او او سي او او هاو السي وين راح السي وين راح السي وين راح اوب هاو السي اوكي وين راح الاي ها هو اذا التقاطع اوب هنا بعد هنا بعد يصير التقاطع في الكارية هذه بقى احنا واش قلنا سي او او ها الاي الثالثه اسكو نشوف تاع هذه لا قلنا نشوفوا وين صار التقاطع هاي صار التقاطع هذه هبطت لهن وهذه ماشيه هكا اذا تقاطعوا لهن نروح نشوف تاع الكارية هذه وما نشوفش تاع هادو باسكو ما صارش فيهم التقاطع اي نشوف تاع هادي باسكو هادي تعبر على هادو كامل على الخط هذا كامل بصح ما نشوفش تاع هادو ثلاثه ونشوف غير تاع هادي باسكو هنا صارت تقاطع اي هاي اي 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 اوب هاي سي اي اي لوزين
CUU لوزين لوزين هاك زيد واش نحوسو نحوسو على CUU مرة خلاف إذا لوزين مرة خلاف لوسين زيد CUU لوزين أو نفسه باسكو زيد A A C هاي يا خويا A A C هاي الآل الأولى تاعنا دايما نحوس في السطر هذا من بعد في السطر هذا من بعد في السطر هذا A أوكي وين راح حتى الآ خلاف هاي الآ خلاف هو قال A A هي هو قال A A C هاي الآل الأولى وهاي الآل الثانية هذه ماشية وهذه هبطة أوبا هم تقاطعوا لهنا هم تقاطعوا أوب وهذه ماشية هكا تقاطعوا لهنا ها تقاطعوا لي إذن في الكارية هذه هاي في الكارية اللي تقاطعوا فيها ليه تقاطعوا هنا هذه تجي هابطة هك ما متكمل هذه اللهن أرسم مثلا خط في خيالك أرسم هذه هك وأرسم هذه هك ها وين راحين يتقاطعوا تلقى نقطة تقاطع هنا ما يهمنيش أنا وين جات مهم في الكارية يهمني باللي جات في إحدى الكاريات هادو إحدى الكاريات هادو ما لي يهمني هاي تجي نقطة تقاطع هنا إذا قلنا السطر الأول نحوسوه منا الحرف الأول اللي هو وين راح كان الأ حوسنا الأ الأول منا والأ الثاني حوسناه منا وقلنا واش أ أ سي إذا نحوس السي منا ما نحوسش تاع هادو نحوس وين صارت تقاطع هاي السي هادي السي تعبر على هادي وهادي 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 تعبر على الخط هذا كامل مي حنا نشوفو غير في الكارية اللي صار فيها تقاطع هاي السي سي أوب هاي هاو السي دركا حنا قلنا شوف لقينا زوج احماض امينيه وانا اللي نخيرو تخير تشوف مليح هنا وانا اللي تخير هنا تشوف لهنا مع الاول كاتب لك ا ا او والثانيه كاتب لك ا ا سي والثالثه كاتب لك ا ا ا والرابعه كاتب لك ا ا جي باين انت على واه تحوس انا نحوس على ا ا سي هاي ال ا ا سي اللي هو اسبارتيك نورمالمون اسباراجين اسباراجين دقيقة برك خاوتي اسباراجين اسباراجين هي اسباراجين ها باسكو كاين اسيد وحدو اللي هو كاين اسيد اسبارتيك وكاين كاين هذا اللي هو اسباراجين شوفوا مليح باش ما تتخلطوش ها وتحتو بيت تلقى اسيد اسبارتيك ام يرمزولهم بنفسه نورمالمون لاني قاع نشوف مليح ام نفس الرموز اسباراجين ها هذا رمزي له بالرمز تاع ا اس ان نورمالمون تاكدوا من الكتابات تاعكم نورمالمون على حساب شراني قاع نشوف ا اس ان خلاص هاي نزيدو نكملو وين رحنا وين رحنا درك رانا في حاجه خلاف وين رحت خلصنا هذه وهذه وهذه نروحو ل U U A ليه ليه دوك نحوسو U U A وين راح تلقى هاني هنا اوب هاني في اللوزين مرة خلاف لوزين زيد وين نروحو U U U A A نروحو C A C C A U C وين راح C C هنا وال A هنا هاي C هنا وال A هنا وال U C A U C A U هاي ال U اوب خي قلنا هنا هك هنا هك هاي ساي سي ا او هاي هسيدين هاي تجي الرابطه مربوطه مثلا من تحت هاي هسيدين ما كفاتنيش برك باش نكملها هسيدين ومن بعد اخر واحد اللي هو واش سي ا ا اخر واحد اللي هو سي ا ا سي ا ا هاي سي وين راحت وين راحت وين راحت هاي سي اها قلنا نشوفوا منا هاي سي اوكي سي ا ا سي هاي سي وين راحت الا هاي الا وين راحت الا الثالثه نلقاوها من سي ا ا هاي الا خلاف هاي سي ا ا اللي هي جلوتامين ها هو الجلوتامين ها هو الجلوتامين هذا هو التتابع تاع الاحماض الامينيه هذا هو التتابع تاع الاحماض الامينيه هذا عند النعشه عند الحاجه اللي ديناها احنا اللي هو النعشه احنا واش دينا دينا تاع النعشة هذا هو تتابع الاحماض الامينية اللي ديناها احنا عند النعشة البقرة كملوها وحدكم عاودوا تاع النعشة انتوما والبقرة قال لي قارن تتابع الاحماض الامينية في الكازين في كازين كل من النعشة والبقرة ايه اسمع هكا باش نزيدو نديروها انا هادي بديت فيها وقت شوف هاي 19 دقيقة الفيديو اصبروا اصبروا نشوف كيف نديرها في راسي برك ونعاود نرجع لكم شوفوا خاوتي شوفوا
لا لقي انتم ماكم ديروا الاستنساخ، قولوا هيه هاكم ديروا الاستنساخ. كي ديروا الاستنساخ بنفس الطريقه اللي درناها، تقارنوا بين تتابع الاحماض الامينيه بالنسبه عند النعجه كما اللي درتها انتم، وديروا انتم تالي عند البقره هكا، ومن بعد تشوفوا لا نفس تتابع الاحماض الامينيه. خلاص كيقول لك قارن، تقول له نلاحظ تتابع الاحماض الامينيه بالنفس بالنسبه للبقره والنعجه. بصح غالبيا انتم ماكم تلقاوها واش تلقاوها عكس، انتم هكا والله اعلم ماكم تلقاوها عكس. شوفوا تلقاو لا لقيتوها لا لقيتو الترتيب تاع الاحماض الامينيه يختلف، لا لقيتو الترتيب تاع الاحماض الامينيه يختلف، خلاص يقول لك قارن بينهما، تقول نلاحظ ان تتابع الاحماض الامينيه يختلف في كازين اللي هو في بروتين الكازين في كل من النعجة والبقرة. لاحظوا ترتيب الأحماض الأمينية، هذا ترتيب الأحماض الأمينية الخاص ببروتين الكازين عند النعجة. انتم كي ديروا بنفس الطريقة اللي درتها انا ديروا تاع البقرة، تلاحظوا انه الأحماض الأمينية تاع النعجة مختلفة على تتابع الأحماض الأمينية تاع النعجة، مختلفة على تتابع الأحماض الأمينية تاع البقرة، على حساب واش راني شافي كي حليته لهم التمرين هذا باكري. ها واش تقولوا؟ تقولوا باللي نلاحظ أن تتابع الأحماض الأمينية في كازين كل من النعجة والبقرة مختلف، وذا ماذا تستنتج؟ اختلاف الأحماض الأمينية يعود إلى اختلاف في المعلومة الوراثية. الاستنتاج تقول له ومنه اختلاف الأحماض الأمينية وتتابعها يعود إلى اختلاف في المعلومة الوراثية، يعود إلى اختلاف في المعلومة الوراثية. أنا درك في السؤال الثالث هذا قال لي علل بدقة نتيجة المقارنة. كي تعلل له بدقة نتيجة المقارنة تقول له التعليل بدقة يعود إلى أن الكازين من نوعين مختلفين، الكازين مش نوع واحد هكا فهمت، الكازين او ما هوش نوع واحد، الكازين او زوج انواع مختلفين، هذا هو الكازين. تقول له الكازين يعود الى نوعين مختلفين، تقول له التعليل بدقة يعود الى ان الكازين هذا بروتين الكازين راو من زوج انواع مختلفين، على هذيك لقينا تتابع الاحماض الامينية مختلف من عند البقرة وعند النعجة، ما همش كيف ماهوش بروتين واحد محدد وفيه زوج انواع مختلفين، على ديك عند النعجة ترك تتابع الاحماض الامينية تاعو عند النعجة يجي بشكل معين، وتتابع الاحماض الامينية عند البقرة ما يجيوش كيف. السؤال الثالث قال لك حلل المنحنى، وقال لك حلل لي المنحنى ماذا تستنتج فيما يخص تطور الاشعاع. هذا حلوا المنحنى، هذا قال لك حلل لي المنحنى هذا ماذا تستنتج فيما يخص تطور الاشعاع. نقول له منحنى بياني يوضح، نمد له عنوان شده الاشعاع بدلاله الزمن عند داخل، نقول له داخل الخليه او داخل هيوله الخليه وخارج الخليه، شده الاشعاع داخل الخليه وخارج الخليه. نعاود العنوان، منحنى بياني يوضح تغيرات شده الاشعاع داخل الخلية وخارجها بدلالة الزمن، حيث نلاحظ تكون نسبة الإشعاع داخل الخلية ثابتة لمدة زمنية قصيرة، ثم واش أي من 3 إلى 15، تكون ما تقولش لمدة زمنية، تقول نلاحظ ثبوت في نسبة الإشعاع أو في شدة الإشعاع في بداية التجربة، ثم نلاحظ ارتفاع الإشعاع، نلاحظ ارتفاع في شدة الإشعاع إلى أن يبلغ أقصاه، ومن ثم نحلل. أنا هذا هو التحليل، كل منحنى على حدة، أنا قاعد نحلل كل منحنى على حدة، ومن ثم نلاحظ تناقص تدريجي لشدة الإشعاع داخل الهيولة إلى أن يبلغ أدناه في الصفر، إلى أن يبلغ أدناه وينعدم. الى ان يبلغ ادناه وينعدم. نقول له درك نروحوا للثاني، المنحنى الثاني يوضح تزايد شده الاشعاع خارج القناه الافرازيه، او خارج يلاحظ شده الاشعاع خارج الخليه، حيث نلاحظ واش نلاحظ تزايد تدريجي لشده الاشعاع خارج الخليه، وذلك ابتداء من الدقيقه 15 الى واش الى ان يبلغ، كي قلنا كي يكون من الفوق خلاص نقولوا اقصاه، وكي يكون من تحت خلاص نقولوا ادناه، الى ان يبلغ اقصاه
وتحب تهضر له النسبة في 3.45 ولا من تقوله إلى أن يبلغ فقط أقصاه. ومن ثم نلاحظ تناقص تدريجي ونلاحظ تناقص تدريجي مستمر لشدة الإشعاع خارج الخلية الإفرازية إلى أن يبلغ أدناه، إلى أن يبلغ أدناه، وتهضر له مثلا القيمة إلى أن يبلغ أدناه 1.5 مثلا، 1.5. هذا هو التحليل، هذا هو التحليل. ماذا تستنتج؟ خاوتي ركزوا، الإشعاع تعواه، الإشعاع ناتج على اللوزين اللي هو حمض أميني مشع، الإشعاع انتج على اللوزين، الإشعاع نتج على اللوسين اللي هو حمض أميني مشع واللي حطيناه في بداية أو اللي حطيناه في التجربة. الإشعاع هذا خي عندنا عملية الترجمة، الأحماض الأمينية جا اللوسين هذا جا محمول على RNA واش تم وضعه وتم دمجه مع بقية الأحماض الأمينية باش كوننا بروتين اللي اسمه الكازين هذا. كي كوننا البروتين اللي اسمه الكازين هذا واش صرا؟ واش صرا؟ ركزوا، على ديك كانت نسبة الأحماض الأمينية ثابتة، ومن بعد كي ولينا نركبوا البروتين الكازين بشكل كبير، بشكل كبير باسكو مع الأول حطينا لوزين، خي حطينا لوزين برك، ومع حطينا لوزين لمدة 3 دقائق. قاعدين تفهموا على هذيك كانت نسبة الإشعاع وش بيها، كانت نسبة الإشعاع تاع اللوزين ثابتة. علاه اذا نعاود نفسر لكم بشويه، علاه كانت لهنا ثابته اخاوتي؟ انا حطيناه في وسط الخليه، حطيناها في وسط، ها حطيناها في وسط به لوزين، ها وسط حطينا الخليه، هاي خليه مثلا حطيناها في وسط به واش به لوزين هكا مع الاول. هذاك الثبوت، هذا الثبوت خاوتي، هذا الثبوت راجع الى انه تقدر تفسر وتقول له الثبوت راجع الى كميه واش، الى كميه لوزين اللي كانت ممتصه في البدايه هكا. وعند خي تمتص كميه من اللوزين في البدايه، امتصت كميه لوزين تاع البدايه، بصح التزايد هذا، التزايد تاع الاشعاع هذا ناتج عن تركيب عن تركيب بروتين الكازين. علاه؟ باسكو كي عندها تركيب البروتين الكازين كيما راك تشوف في التتابع اللي كنت تشوف فيه، شوف قداه كاين لوزين، 1 2 3 4، زداد امتصاص اللوزين من خارج الخلية الى داخلها، ولا اللوزين غير يدخل، ولا اللوزين غير يدخل. علاه؟ باسكو تسحق الخلية في عملية الترجمة، في عملية الترجمة وتركيب بروتين الكازين. على هذيك زدادت نسبة الإشعاع، هنا بدا يتركب البروتين، زدادت نسبة الإشعاع. ومن بعد كي زدادت بدات تتناقص بشكل تدريجي بالتزامن مع تزايد الإشعاع بشكل تدريجي. علاه بدات تتناقص بشكل تدريجي؟ باسكو هذاك اللوزين، هذاك اللوزين واش راح يصرى له؟ كي يركب داخل الخلية راح تفرزوا الخلية للبرا، كي راح تفرزوا الخليه لبرا واش راح يصرى؟ راح يبدا الاشعاع اللي خارج الخليه، باسكو البروتين هذا خلاص وركب فيه اللوزين واللوزين مشع، راح يبدا الاشعاع اللي خارج الخليه واش يزداد، ها بدا يزداد بالتزامن مع نقصان الاشعاع داخل الخليه. علاه؟ باسكو قاعد يتم افراز البروتين هذا اللي فيه اللوزين او اللي مدمج فيه اللوزين المشع خارج الخليه، هذا يفسر سبب نقصان بروتين، سبب نقصان شده اشعاع الحمض الاميني اللوزين داخل الخليه وتزايده خارج الخليه. بعد علاه ينقص لهنا خارج الخليه؟ سببه انه يتم وش يصرى؟ البروتين راح يخرج ويؤدي وظيفته ويتم استهلاك على حسب نوع البروتين هذا، على حسب نوع البروتين هذا. انتم ما تفسروش هذه والله اعلم، وتاكدوا منها. المهم ينقص برا باسكو يروح يؤدي وظيفه معينه، مازلنا ما وصلناش للانزيمات طبعا. اذا كان البروتين هذا انزيم او مش انزيم، البروتين هذا واش وين راح؟ البروتين هذا يقوم بتركيب بروتين كازين المتواجد في الحليب، راح يستهلك خلاص. هذه هي برك. إذا نستنتج من ذلك أن البروتين يصنع داخل الخلية، البروتين يصنع داخل الخلية ويتم إفرازه خارج الخلية، ثم يفرز إلى خارج الخلية ليؤدي وظيفته. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أنه لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. صلوا عن النبي خاوتي، اذكروا الله وحمد الله، والسلام عليكم ورحمة الله. راجعوا الدروس تاعكم وبربي إن شاء الله نشوفوا إذا ساعدنا الوقت كل شوي كل مرة بشويه بشويه نديروا تمارين. صلوا عن النبي خاوتي، ما تنساوناش من صالح الدعاء،
بشويه نديرو التمارين ان شاء الله حتى يوفقنا ربي ونخلصوا المنهاج كامل. هذه هي برك راني حاب نكملها حتى 30 دقيقه باش تجي قد قد ونحي الفيديو. لازم نوصل مع 30 ونحيها بعد. هيا خاوتي تهلاو.